البشرية، وقد تم اختياره ضمن أفضل 30 صانع عمل في الإمارات من ضمن 65 ألف متقدم، وهو الأستاذ الدكتور شريف حسني. السلام عليكم. السلام عليكم. انا عارف انتم من 9:30 قاعدين القعده دي، وهي قعده لطيفه طبعا زي ما انا شايف، وباين التكييف ساقع قوي على عكس اللي انا متوقعه يعني، غير بقى ان كلكم اتفرجتوا عليا وانا بتصور، ودي حاجه غريبه جدا ان انا اتصور عليا وكل الناس تتفرج عليا. فانا بس هستاذنكم قبل ما نمشي او قبل ما ابتدي، علشان الراجل الطيب ده ما يبقاش زهق مني، ان انا اتصور معاكم، بس انا هديكوا ظهري عشان ما بعرفش اعمل سيلفي. انتوا بتعرفوا تعملوا سيلفي حلو قوي، انا ما بعرفش. فانا هديكوا ظهري اتصور معاكم، ممكن ولا ده صعب؟ طيب مش عارف هتعملها ازاي بقى، انا كده كويس؟ بس بلاش تكشروا قوي، ممكن؟ طيب انسوا بقى فكره ان انا دكتور عيون اطفال، خلاص؟ انا مش جاي اتكلم في الطب. حد فيكم شافني قبل كده في اي حته؟ مين اللي قال اه؟ الله يكون في عونكم طبعا. طيب ممكن نطفي النور اللي فوقيه بس؟ يعني نوروا القاعه كلها ما عدا الحته، لا يعني هو ما ينفعش يا كده يا بلاش. مين اللي ماسك الاضاءه؟ اه نوروا ورا عشان ما يناموش، ما هم لا العكس بقى العكس، ايوه كده. طيب انا بقالي حوالي 8 سنين تقريبا ما بتكلمش في الطب تقريبا يعني. فاحنا السيشن دي ان شاء الله مش هطول عليكم، بس اعتبروها بتاعت الهزار والفرفشه، بس مش هقدم نمره يعني. اتفقنا؟ يعني هنتكلم في حاجات مالهاش علاقه بالطب قوي، لكن ليها علاقه بينا احنا شخصيا. اللوجو اللي وراكم ده، او اللي ورايا انا اسف سوري، اللي ورايا انا مش وراكم انتوا، اللوجو اللي ورايا ده لو هيلثي مايندز، ده هو ده اللي بناء عليه اختارونا كمبادره من احسن 30 مبادره على مستوى الوطن العربي، مش في الامارات بس يعني، وعلى مستوى الوطن العربي كله ما بين 65 الف مبادره. ايه هيلثي مايندز دي؟ هيلثي مايندز دي بتهدف الى ان الناس بعد الشر بعد الشر بعد الشر يشغلوا دماغهم. خلاص؟ احنا كلنا عندنا مخ، بس المخ ده اللي احنا بنجيبه مش شرقاوي، خلاص؟ اللي احنا بناكله بعد الظهر يعني انا وابني، عشان ابني التاني ما بيحبوش. لكن العقل كان فينا واحد بيستخدمه بشكل صحيح. خلونا بقى ما نطولش عليكم قوي لان اللي قبلي يطولوا. اه مفيش بريزنتر، يبقى انا هقف هنا. تعالوا نبتدي نسال سؤال كده قبل ما نبتدي خالص. هو رايكم مين في دول صح؟ اللي شافني قبل كده او حضر معايا قبل كده بلاش يجاوب عشان هو غالبا عارف اجابه السؤال يعني. مين فيهم صح؟ كل واحد شايف من ناحيته او الاثنين صح. ها آه ايه الاراء تاني؟ طيب بصوا، هو برضو بحب ان الكلام بتاعي زي كده. دكتور محسن صح؟ دكتور محسن اللي قبلي كان انتراكتف، فيعني ما تناموش بقى، خلونا نصحصح شويه. مين في دول صح؟ في ناس رايهم ان اللي واقف الناحيه دي هو شايف صح، مش كده؟ في ناس رايها ان اللي واقف الناحيه دي شايف صح. في ناس شايفين ان الاثنين صح. حد ليه راي مختلف على اللي انا بقوله ده؟ الاثنين صح بس نظرتهم ضيقه. ماشي، مين قال الاثنين غلط؟ ليه؟ مش مدي فرصه للراي الثاني، ايش عرفك انه ما اداش فرصه؟ عشان ايه؟ بيزعقوا؟ حد خد باله من تعبيرات وشهم؟ يا فندم؟ لا، ما هو انا ما اعرفش مين اللي رسمها، بس هو غالبا كان قاصد او انا بستخدمها في الحكايه دي يعني. هو لو انا رايي صح من حقي ان انا اهين اللي قدامي او ازعق له؟ هو لو انا وجهه نظري صح وانا متاكد من حقي ان انا اقول اللي قدامي
يا كذا يا كذا. طبعا انتوا عارفين هنقول ايه طبعا، بقول له انتوا عارفين طبعا بنقول ايه في الحقيقه يعني. قال ده من حقي. وجهه نظري زي حضرتك كده، الاثنين دول غلط. الاثنين دول غلط ليه؟ مش وجهه نظره، في طريقه توصيل او عرض وجهه نظره. واضحه اللخبطه اللي انا بقولها دي؟ فدي نكست بقى. صحيح انت معايا اهو. ارجع بسرعه، ارجع بسرعه بسرعه. حد لحق يشوف الصوره؟ لا ما انا قاصد معلش اللي لحق يشوفها يعني. لا اللي عارفها ما يقوليش انا عارفها، خلاص. اللي مش عارفها، مش اللي بان في الصوره راجل وست كبار في السن؟ ممكن ترجع تاني بعد اذنك وسيبها بقى. لا ايوه كده سيبها لنا لحظه واحده يا فندم. نظره شموليه ماشي، بلاش الكلام الكبير ده يا راجل. شموليه ايه وبتاع ايه؟ ندخل بقى في الشمول المالي وعمال اقول لك هنتعامل بالكروت بعد كده مش بالفلوس. ما علينا. مين شايف ايه في الصوره دي؟ طبعا بقى باعتبار عددكم الصغير ده. واحده واحده عليا بس، واحده واحده عليا يا دكتوره، استني عليا. حاجه تقولي شايفه ايه؟ قولي شايف، قولي حاجه واحده بس من اللي انت شايفاها. استني بس قبل ودنه. في حد يا دكاتره، يا دكاتره حاضر حضرتك، حاضر والله حضرتك هتقول حالا بس بعد ما اقول ليه قالته. يا دكاتره يا نهار ابيض، احنا قلبنا زي الفصول ليه كده؟ ممكن تركزوا معانا بدل ما تقولوا لبعض. في دكتوره زميلتكم بتقول ان في واحد بيعزف جيتار اهو، شايفينه دلوقتي؟ ماشي. حضرتك بقى اللي رفعت ايدك رحت فين؟ قلت لك هقول لك هسالك حالا. حضرتك قول بقى. ايوه انت. طب شوف حاجه، قول حاجه ثانيه. طيب ودن الراجل في واحده واقفه سانده على حيطه، صح؟ مين قال في كاس؟ في كاس هنا اللي هو الاصفر ده. عارفين حد فيكم راح رحله الاقصر واسوان قبل كده؟ دايما نرجع بحاجه فخار وتتكسر واحنا راجعين في القطر. مفيش مره رجعنا بيها سليمه، مش عارف بنشتريها ليه. ما علينا. ايه تاني في الصوره؟ في واحد المحيادي، شايفين ده؟ شايل حاجه على راسه، باينه ولا لسه مش باينه؟ لا لو الصوره مش باينه قولوا لي، مش عارف اعمل ايه بس يعني قولوا لي وخلاص. هو ده واحد ولا واحدة؟ نعم؟ واحدة؟ ليه مش واحد؟ يا جماعة والله ما عارف أركز. عشان لابسة، لا مين اللي شايف إن الرسمة دي رسمة واحدة ست؟ طيب تعالى يا محمد عشان أعرف اسمك، تعالى فعلا. مين شايف إن الرسمة دي رسمة واحد راجل؟ مش واحدة ست، راجل. طيب مين رفع؟ تعالي يا دكتورة حضرتك، استني بعمل زي الماتشات. انت ايوه هو انت بقى خلاص، ما هو انت تعالي. مش هنعمل فيكي حاجة ما تخافيش. عندنا طبع في الماتشات كده ينوروا النور في عينين الناس، أول مرة كانوا بيضايقوا قوي كده. هترجع في كلامك دلوقتي؟ لا ما خلاص بقى، فتدبست خلاص. ايه ده؟ طيب حضرتك شايف ان هو راجل ولا ست اللي هو الرسمه دي؟ راجل؟ طيب والدكتوره الثانيه جايه معانا برضه؟ انتوا عارفين عشان لازم ناخد راي اثنين ستات قدام راجل، فيعني لازم نطلع اثنين دكاتره بنات. خلاص ادي اول عنصريه في المحاضره، ايه رايكم مبسوطين؟ محمد خلاص انا عارف اسمك، اسم حضرتك هدير فاطمه. دلوقتي محمد شايف ان الرسمه دي واحده ست قاعده، صح كده يا محمد ولا رجعت كلامك؟ المفروض محمد ابتدى يخاف، المفروض يعني دكتوره هدير ودكتوره فاطمه عشان رايهم يعدل شخص واحد شايفين ان الرسمه دي رسمه راجل. ماشي انا هستاذنكم، وفي مايك تاني يشتغل ولا لازم واحد بس؟ طيب انت امسك واحد في ايدك. خلاص بقى محمد فظيع يعني، هما الاثنين هيناقشوا بعض، هما الثلاثة يعني هيناقشوا بعض لمدة دقيقتين بس عشان الوقت، عشان اللي بعدي ما يزعلش مني. هو راجل ولا ست؟ مش هو يعني الرسمة. طيب ابدأوا اقنعوني ان هو واحد راجل. طيب انا شايف ان هو لابس تقريبا يعني ده دريس فستان كده، ده يعني غير التاني اللي قاعد تقريبا، ده كولين ومغطي شعره او مغطيه شعرها يعني. انا صح
طبعا ده معناها ان اي واحده قاعده هنا مش مغطيه شعرها مش بنت، عشان بس نخلص. لا لا يعني. بس بياكد يعني كلامي، بس بياكد. ماشي اوكي طيب. ليه راجل بقى؟ انا حكيتي اقوى كده ما اعرفش ليه راجل. ملامحه ازاي؟ ملامحك كلها مني. شكرا للنطاق النور ده، شكرا. ممكن نقفل الباب؟ الباب ده ممكن نقفله بس عشان لغايه ما نخلص الصوره دي وبعدين نفتحه زي ما انتم عاوزين. ليه راجل؟ الفيس بتاعه. طب علي صوتك يا دكتوره، معاك المايك اهو، اتفضل الكلمه معاك. من الشكل بس، انا اخدت من الشكل، شكل وشه. ماشي شكل وشه. ايه تاني؟ امور قطع. لا كده ايه ده، النور تاني، ايه ده النور تاني. لا 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 انت خفت ولا ايه يا محمد؟ في ايه؟ طلع راجل يا جماعه. عنده سوالف كده. معلش انا طفى النور خالص، ممكن في لحظه واحده بس؟ الله يسامحك. ممكن ثانيه واحده بس؟ في سوالف هنا. انا اسف يا جماعه. ودراعات، ودي دراعات مسترجله شويه. ممكن انور النور بقى تاني بعد اذنكم؟ ماسكه. شكرا شكرا. ثواني. طب بس ممكن نشكر بقى دكتور محمد ودكتوره هدير ودكتوره فاطمه. نعم. في حاجات شكله تدي ان هو ست، علشان في فيمينين هي اللي قالت والله مش انا. طب هعمل فيكم حركه بايخه قوي. احنا ضيعنا 3 دقايق عشان نناقش مع بعض، وهم كل حد فيهم بيحاول يثبت وجهه نظره باي شكل، ومحمد زعل لما النور طفى يطلع وجهه نظره غلط، عشان نطلع الرسمه دي رسمه راجل ولا ست. انا استفيد ايه؟ ممكن حد يرد عليا يقول لي هستفيد ايه؟ هنكسب ايه؟ هل احنا كسبنا حاجه في المناقشه دي؟ طبعا مع احترامي للدكاتره، انا مش بقلل منكم، انا اللي عملت فيكم التدبيسه دي، قلت لكم تعالوا هتناقشوا حاجه مهمه وبتاع، فعيشتكم في الدور يعني. المشكلة إن إحنا ساعات في حياتنا العادية نقعد نهرتل في كلام ملوش لازمة لمدة ساعة ساعتين، ونخرج منه متخانقين، ونحاول نفتكر إحنا اتخانقنا ليه مش فاكرين، ولو افتكرنا نقعد نتريق على نفسنا. فلو سمحتوا قبل ما تتجروا في أي حاجة وفي أي مناقشة اعرفوا ليها لازمة ولا لأ. أنا سخيف مع أولادي في البيت، فبقول له قبل ما تعمل أي حاجة اسأل نفسك أنت بتعمل إيه ليه؟ لو أنت عارف قول لي. نرجع تاني بقى للصوره نفسها، ادي في راجل بيعزف جيتار وهنا راجل ولا ست معرفش. بالمناسبه في السيشنز الصغيره شويه ناس بتتخانق مع بعض على راجل ولا ست، دي انت مش شايف، انا اللي شايف احسن منك، وابتدوا يمسكوا في بعض على ايه مش فاهم يعني، اللي هو ما علينا. الهدف من الصوره دي ان احنا في الاول خالص بالنظره الشموليه اللي حضرتك اتكلمت عنها افتكرناها راجل وست كبار في السن، مش كده؟ لما ركزنا شويه طلعت حاجه تانيه خالص ولا لا؟ وطلع ان الامبريشن الاولاني بتاعنا او اللي احنا بنسميه الانطباع الاول صحيح ولا غير صحيح؟ بس احنا في تكين قوي في حياتنا العاديه، لا ده انا اشوف الشخص من هنا افهمه على طول والانطباعات الاولى تدوم، هل ده صحيح؟ ولا انت ممكن تكون استقبلت الشخص ده بشكل عشان انت النهارده مقريف او مبسوط او افكرك بحد تاني، مش ده ممكن يحصل؟ ففي حاجة اسمها الفاكت والانتربريتيشن اوف ذا فاكت، صح؟ ايه الفرق بينهم؟ دلوقتي وده مش ذم في المكان عشان بس ما حدش يفهمني انا بقول كده يعني، انا كنت المفروض معادي 11 ونص، فانا هنا من الساعة 11، فانا يعني كده قاعد بقالي حوالي مثلا ساعتين الا شوية، وكان عندي حاجة الصبح بعملها، فواقف بقالي فترة ومش عارف ايه، وبعد كل ده الدكتورة حاطة رجل على رجل قدامي. بذمتكم دي حاجه كويسه؟ ويعني هي اول ما قلت كده اتخضت ومنزله رجليها يعني، وعماله تعمل لي كده وبتاع، مش هنزل. لا ما تخافيش مش هنزل لك يعني، انا هفضل زي ما انا فوق. ايه رايكم في اللي هي عاملاه؟ هي مالهاش ذنب، ما هي صاحبتك وقاعده جنبها، بلاش تقولي مالهاش ذنب. ها يا جماعه بتكلم، قولوا ها. لو انتوا مكاني هتبقوا شايفين ده ايه؟ عادي؟ محدش هيشوف انه عادة المفروض، او في واحدة يا عيني بعمل راسي كده قالت لك ده يمسك فيا انا كمان، مع ان انا ما اتكلمش عنها خالص هناك يعني. فمش عادة بيتقال
ومش على حضرتك خالص، على اللي بيتعمل ده انه تقليل من احترام الشخص اللي واقف، او ان انا ابتدي اقول عليه ما انت حاطه رجل على رجل، لازم تقولي كده، ما هو لازم تقولي لا طبعا مش حاطه رجل على رجل انت كمان. مش احنا في حياتنا العاديه بنعمل كده؟ ان ده كده مش محترم المحاضر او مش محترم الشخص اللي واقف يا فندم. ايه العلاقه بالظبط؟ هو ايه العلاقه صحيح؟ الفاكت ان في ناس قاعدين دلوقتي حالا حاطين رجل على رجل. تفسير هم حاطين رجل على رجل ليه؟ ده بتاعي انا مش بتاعها هي. ان انا اقول انها شخصيه مش محترماني ده تفسيري انا، ولا دي حقيقه بتاعتها؟ ما تاخديش الكلام عليكي بقى خلاص، انت نفسك خالص دلوقتي عشان اقول كلام بقى مش لطيف بعد شويه خلاص. ان انا اقول ان الشخصيه دي مش محترمه ده تفسيري انا. ده الفرق بين الفاكت والانتربريتيشن. بس احنا مشكلتنا ان احنا بعد شويه بنصدق ده، صح ولا انا غلطان؟ سؤال، هو بالصدفه اغلب الولاد قاعدين الناحيه دي، فخلينا نبص الناحيه دي شويه. لو حضراتكم في البريك ولقيتوا مجموعه من البنات واقفين مع بعض واحد فيهم بيضحك بصوت عالي شويه، هتقولوا عليها ايه؟ ايه الضحكه دي معناها ايه يعني؟ مش فاهم. وفي ضحكه هنا زادت برضو يعني، هتقولوا عليها ايه؟ ولا انا اعتبر نفسي فهمت خلاص؟ اعتبر نفسي فهمت ماشي. في مره كنت بقول الكلام ده في محاضره في الجامعه، لقيت البنات هم اللي قالوا لي دي قليلة الادب ومش متربيه. قلت لهم طب بس بالراحه، دي صاحبتكم يعني، انتوا بتتكلموا على صاحبتكم. فانا واقف معاكم في البريك وشفت مجموعه من البنات، واحده ضحكت بصوت عالي، وحد منكم يعني شايف ان انا راجل كبير وعجوز كده زي ما انتم شايفين كده، بيقول لي ايه انا معجب بالبنت هذه وعايز اخطبها. هو ما شافهاش وهي بتضحك خالص. فانا بصيت له كده، طب ما تشوف واحده من الثانيه مش شله، بلاش دي. ده معناها ايه؟ ان انا خدت الانتربريتيشن بتاعي لضحكها على انه حكم عليها، وقررت الحكم عليها ده حكم حقيقي عشان انا بفهم. هل انا كده بفهم؟ اذا انا اسف ان انا مش مركز معاكم، انتوا نمتوا مني فوق صح؟ لسه صاحيين؟ طيب كويس. ايه رايكم في اللي انا بقوله ده؟ يعني بعد كل ده تحط رجل على رجل كمان؟ بعد كل اللي انا قلته ده يا بنتي خليكي قاعده زي ما انت عاوزه يا جميله. طيب فده الفرق بين الفاكت والانتربريتيشن. الفاكت هو الحدث اللي احنا شايفينه بعينينا كلنا، ان في حد زميلكم او زميلتكم مثلا خرجوا من القاعه، هل ده معناه ان هو كرهني؟ يمكن مزنوق يدخل الحمام بقاله 3 ساعات يا عيني في القعده اللي انتوا فيها دي في البرد ده، واحد في سني لازم يجي على الحمام كل 5 دقائق وانا مش هلحق يعني، فلو سبتكم يبقى خلاص. المشكله ان احنا بنصدق الافكار اللي في دماغنا ونتعامل معاكم على اساسها، او انتوا بتعاملوني على اساسها. يعني مثلا المفترض ان انا كنت البس بدله وكرافته زي زمايلي، انا الفتك اللي فيهم يعني ولا ايه؟ بس انا ما بحبش، انا حر. ده مش دليل من قدركم ولا دليل من احترامي ليكم عشان انا لابس قميص وبنطلون، او بتشبه بالدكتور حسين خيري. عمرك شفته لابس بدله وكرافته؟ خلاص انا حر، عايز ابقى شبهه يمكن عشان هو يعني شخص يحترم ويستحق ان يكون شبهه مثلا. انا حر، بس انت قبل ما تقول انا عملت كده ليه تعالى اسالني. فالفاكت والانتربريتيشن قبل ما تحكمهم لو سمحت اعرف اللي عمل ده عمل كده ليه. واكتشفنا ان احنا ما بنشوفش العالم الحقيقي، احنا بنشوف دماغنا. يعني لو انا سالت نفس السؤال بتاع شله بنات بيضحكوا مع بعض ومش عارف ايه وبتاع ضحك بصوت عالي، لو سالته لحد عايش في المانيا عادي يعني، واللي ما ضحكوش دول هم اللي ما ضحكوش ليه؟ يعني مش العكس بقى خلاص. مره كنت بدي سيشن في سوهاج، يعني الولاد اعتبروني افندم، لا مش حاجه وحشه يا بنتي خالص، بس هو عشان مجتمع اكيد مش بنفس الانفتاحيه بتاعت المدن اللي هنا، فكانوا شايفين ان السؤال ده اصلا المفروض ما يتسالش. مش هقول حاجه، بس انا بحبهم جدا، انا من اسيوط عشان بس ما تقولوش انا بتريق على الصعيد خلاص، يعني عشان بس ما حدش يفتكر ان انا اقول الصعايده والبحاروه. اهي دي اول حاجه في مصر، بلاش في مصر، في المجتمع العربي، عشان انا ما بحبش كلمه مصر وكان مصر هي الوحيده اللي وحشه. احنا دايما نقول احنا مش عنصريين ومش مش عارف، احنا اكتر ناس عنصريين خلاص. مين اهلاوي مين زملكاوي؟ عنصريه خلاص بدانا فيها اهو. انا ومراتي مش عارف ليه ما اتطلقناش، مع ان هي زملكاوي وانا اهلاوي، بس احنا لسه مكملين مع بعض، بنحاول نلم الحكايه شويه يعني. فخد بالك ان انت ما بتشوفش العالم الحقيقي، انت ما بتشوفش اللي حصل،
انت بتشوف اللي دماغك شايفاه. انت تربيت فين؟ يعني مره واحد قال لي طبعا حضرتك لو رحت الاي يو سي هتلاقيهم كلهم قاعدين نايمين مع بعض. قلت له حضرتك انت جبت الكلام ده من ايه؟ قال لي طبعا هم مجتمع منفتح وممكن يعملوا اي حاجه. قلت له انت رحت شفت هناك؟ شفت الاي يو سي ان فيها منقبات برضو زي ما انت عندك في القصر العيني في منقبات او في سوهاج او في اي حته؟ احنا ليه بنحكم من بره؟ فانت بتشوف دماغك. طب احنا ممكن نقفل الباب لو سمحتوا؟ فاحنا ما بنشوفش، سوري، احنا ما بنشوفش الحقيقه قد ما احنا بنشوف دماغنا. انا متربي فين او انا تربيت مع مين او ايه الحكايه؟ يعني حاجه سريعه جدا، انا ليه اخت واحده واثنين بنات خال الله يرحمه يعني، وكنا متربيين سوا. فلما طبعا طول عمري في مدارس عربي حكوميه زي كل الناس يعني. حد يسمع المدرسه مال اورمان؟ مين قاهري هنا؟ انت اورمانجي اصلا؟ ليه كده؟ لا ليه، انت بتتبرع منها، دي احلى مدرسه في الدنيا. لما دخلنا الكليه طبعا كلنا ما بنكلمش غير ولاد، ما احنا طول عمرنا كده، فبقت البنات بالنسبه لنا كائنات فضائيه. ويا سلام بقى لو واحده ابتسمت لواحد وهو معدي، يا نهار اسود حبيتني ووصت لي يا ابني، لا يا حبيبي لا. الفرق بيني وبينه مش انا اشطر ولا ان انا يعني اعرف بنات ولا حاجه، بس انا متربي مع اختي ومع بنات، فانا عارف ان ده طبيعي مش حاجه غريبه. يبقى انا اللي فرق معايا دماغي مش ان انا اشطر او احسن. زي ما قلت لكم المشكله ان التصور بتاعنا عن الموضوع بنقلبه حقيقه، وهي دي المشكله اللي احنا عايشين فيها فعلا. انه ما دام فلان عامل كذا او لابس كذا او شكله كذا يبقى هو ده. ولما حد يسالني عنه، لسه كانوا بيسالوني هنا في النقابه انت ليه بقالك من 2013 ما جيتش؟ قلت لهم عشان صنفوني كذا. انا مش ذنبي في التصنيف، مش انا اللي عملت كده، هو ناس قرروا يصنفوني بالشكل ده، فقررت النقابه طب خلاص ما دام هو اتصنف كده مش هنجيبه تاني. الى ان حد زميلكو جه معايا معسكر خمس ايام فعرف ان انا صايع، قال لك ده ينفع يجي مش زي ما صنفوه قبل كده، طبعا مش صايع ولا حاجه يعني خلاص. فلو سمحتوا خدوا بالكم التصور بتاعكم عن الناس وعن الحاجات مش حقيقي، ده تصوركم انتوا شخصيا. فالهدف من الكلام اللي انا بقوله ده، راجعوا تاني افكاركم عن اي حاجه، هل هي فعلا صحيحه؟ احنا يا ترى معتقدات المجتمع بتاعنا كلها صح؟ هو ماشيين ورا ليه؟ ما يتقال مش عارف اناقش ده طبعا على الملأ كده عشان نتخانق كلنا، بس انا شخصيا رايي كده ان المعتقد الخاطئ بما انه مش دين من حقيقة نناقشه. خدوا بالكم بقى كمان ان البرسبشن بتاعكم او نظرتكم للي بيحصل بتتاثر جدا 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 بعواطفكم وافكاركم. يعني لو انا النهارده مقريف وجاي زهقان ليس من الاسباب، كان ممكن العطله اللي حصلت دي تخليني اشوف ان هم مش مهتمين برضو بالمكان، او مش مهتمين برضو بمحاضرتي، وامشي واسيبهم، صح؟ لكن انا مبسوط، حصل حاجه وحشه بتضايق ولا بشوف الموضوع عادي وخلاص ومش عارف ايه؟ فخدوا بالكم. طيب القصه برضو المشهوره، كم مره قلنا على الدكتور اللي بيجي يغلس في المحاضره اصل مراته منكده عليه قبل ما يجي؟ مش ده اللي احنا دايما بنقوله كده؟ صح ولا غلط؟ هل فعلا مراته منكده عليه بس هو ساب حاجته اللي مش ساب يعني خلى حاجته اللي مضايقاه قبل ما يجي ينكد علينا في المحاضره؟ طب ليه؟ احنا مالنا؟ احنا مالناش دعوه. يعني مثلا المساكين اللي قاعدين فوق دول اللي ناموا، في ناس نامت فوق. مش عارف انتوا عارفيني ولا بتشاوروا لي؟ اه صاحيين يعني؟ طيب ده في تحيات فوق هايله يعني. انا هبقى اطلع المره الجايه اتكلم من فوق خلاص؟ انا ليه افترض ان هم قاعدين ورا علشان يمكن ما لاقوش مكان؟ لو انا ماليش مزاج النهارده لو سمحتوا المره الجايه ما بقاش حد يقعد فوق، اصل مش يا حضرتك بس في ايه؟ انت مالك؟ ايه اللي جرالك؟ مش ساعات تقول الراجل ده خليها عليا انا، ده شريف ده مجنون. من كام يوم لما حصل الموقف ده ما تضايقش، بس لما حصل النهارده بيزعلنا كلنا. هل المشكله في الموقف ولا المشكله في افكاري انا وفي الايموشنز بتاعتي انا؟ واضح اللي انا اقصده؟ في حاجه كده بعد الشر، بعد الشر عشان عرفت ان هم بيحرموها في بعض الدول العربيه، حاجه اسمها برمجه لغويه عصبيه. حد سمع عنها قبل كده؟ NLP. ايه هو NLP ده باختصار شديد قوي؟ How to manage your mind to manage your state. ازاي تظبط دماغك عشان تظبط نفسك، ماشي؟ الناس بتوع NLP دول عملوا بقى موديل كده سموه الموديل اوف كوميونيكيشن، ان بيقولوا عشان انا يحصل حاجه، حصل اكسترنال ايفنت اللي هو الدكتوره المسكينه كانت حاطه رجل على رجل ومن ساعتها ما حطتهاش تاني، يا عيني الله يكون في عونها يعني. يا بنتي اقعدي زي ما انت عاوزه، انا لو عندي مشكله، عارفين ليه ما عنديش مشكله في حكايه رجل على رجل دي؟
عشان ابويا طول عمره ما قاليش خالص ان ده غلط، بس فهمني ان لما اقعد اقعد بشكل يحترم اللي قدامي، وان انا حتى لو حاطط رجل على رجل ما احطهاش بشكل اللي هو في وش الناس، فاعمل اللي انت عاوزاه دي. لكن غيرنا يعني مثلا انا في واحده زميلتي استاذ زميلتي تقول لي انا بتضايق قوي ادخل الاقي ابني نايم قاعد على الكنبه وممدد عليها، قلت لها ده شويه شويه ناموا عليا مش ناموا على الكنبه، انا اولادي بيعملوا اللي هم عاوزينه ما دام بيحترمني مفيش مشكله. فهي افكار ما علينا، نرجع تاني بقى لده. فالاكسترنال ايفنت اللي حصل من الدكتوره ده كانت حاطه رجل على رجل، ده بالنسبه لي حاجه حصلت برايا انا مش كده؟ وانا اللي عملتها؟ الناس اللي كانت بتحييني من شويه رجعوا ناموا تاني ولا ايه؟ مين اللي عملها انا ولا هي؟ هي ماشي هيدبسوكي تدبيسه دلوقتي. قبل انا ما اعمل ريسبونس او رد فعل او سلوك نتيجه اللي حصل ده بيعدي في الحته دي. ايه الحته دي؟ دي دماغي. دماغي دي بقى مليانه بافكار ومليانه بقيم ومليانه بعادات ومليانه بسلوكيات انا عملتها او شفتها قبل كده. وفي حاجه اسمها جنراليزيشن، كل الناس اللي بتحط رجل على رجل في المحاضرات مش محترمين. هل ده صحيح؟ عشان حصل كده من حد مره بس احنا ساعات بنعمل كده. او اشوه المعلومه اللي بتجيلي، وهو في حاجه هتتقال خبر بعد انا ما اخلص، يعني ان احنا هنعمل سيشن او مش سيشن ورك شوب ان شاء الله للكوميونيكيشن، هنشرح الكلام ده بشكل اكبر وهنعمل الجيمز وبتاع، لو حد عايز يحضر معايا اهلا وسهلا، ده بعد العيد بقى ان شاء الله، تعيدوا عليكم خير. يعني بعمل دعايه لنفسي مش عارف على ايه، بس يعني المهم المشكله فين بقى؟ ان احنا ما بقاش مركزين في الحته دي. حد فاكر الفيلم بتاع احمد حلمي؟ نسيت اسمه، كنت اقوله حالا نسيت اسمه. لا لا، اللي هو كان المفروض انه مات ده، و بتاع غادة عادل، اسمه ايه؟ ها اسمه ايه يا اخواني؟ مين؟ خلاص مش هم اسمه، مش هم اسمه، خلاص خلاص. كان في موظف عنده في المعرض قال له كده، ادي نفسك 5 ثواني تفكر قبل ما تقرر. فاكرين الجمله دي؟ ايه فكره ال5 ثواني دول؟ عشان قبل ده ما يسيطر عليا انا اللي افكر. هو الاكسترنال ايفنت هي رجل على رجل اللي هي حطيتها دي فعلا معناها كذا 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 واتصرف على اساسها وازعق واعمل مش عارف ايه وكذا يا مش عارف، وانتوا اصلكم جيل الجديد الوحش. هو في حد هنا قد تاني؟ مفيش سنا يعني، مش قصدي حاجه تانية يعني، انا عندي 53 سنه اعتقد مفيش حد من الموجودين قد يعني. لا حضرتك استني بس، لا عيب حضرتك اصغر مني اكيد مهم يعني في فكره سيئه جدا من الجيل بتاعنا ان انتوا الجيل الوحش اللي ما بيسمعش الكلام المتمرد. هل الكلام ده حقيقي؟ انا اتقال عليه كده برضه زمان الحقيقه، ليك حق والله، كل جيل بيتقال عليه كده. طب ليه احنا بنقول كده؟ عشان عايزينكم تبقوا زينا، وعشان احنا عندنا جنراليزيشن انه ما دام اوحت واحنا ما كناش بنقاوح واحنا صغيرين يبقى انتوا وحشين. واضحه؟ لكن لو انا فكرت اقول الله مش يمكن هما بيقوحوا كده وبيسالوا عشان عايزين يعرفوا اكتر؟ مش يمكن الجيل ده جيل المعرفه اكتر؟ مش يمكن الجيل ده مش عارف بس احنا ما نفكرش كده. فلو سمحتوا لما يحصل اي حاجه قبل ما تعمل لها تصور داخلي جواك ان الشخص ده محترم او لا، البنت اللي ضحكت بصوت عالي دي انا بقول عليها انها كذا كذا، في ولاد بقى في حته ثانيه ردوا عليا لا ده انا ممكن اروح احاول اصاحبها كمان، هو بقى قرر بقى قرار اعلى شويه مش بس حكم عليها، لا روح صاحبها كمان، لان هي طبعا بنت يعني بقى كده يعني ما علينا. فخدوا بالكم ان اللي بيأثر على تصرفاتكم دماغكم. دماغكم اللي انتوا مش مركزين هي بتفكر ازاي او بتشوف ايه، هي اللي بتعمل كده. عشان رايح نفضل. في واحد اسمه ستيفن كوفي، حد سمع عنه؟ ستيفن كوفي ده كان كاتب شهير قوي، مات كده من 3 4 سنين، وهو عامل زينا بالظبط، خلى ابنه يكتب كتب برضه، يعني هو زي التوريث برضه، التوريث ده مهم جدا على مستوى العالم. بس معلومه عشان ما حدش يقول لذلك عمال انا اولادي مش في طب وخلصوا خلاص اشتغلوا بالكم كده. مين فيكم عايز يعمل كارير شيفت؟ انا جاي ابوظكم، انا جاي ابوظ لكم حياتكم. ما علينا. فالراجل ده قال كده، احنا مشكلتنا ان اغلب الناس وهي بتسمع بعض ما بتسمعش بعض علشان تفهم بيقول ايه، هي بتسمع بعض عشان ارد عليك. يعني انا وانا بسمع حضرتك انا بسمعك علشان ارد عليكي مش عشان افهم بتقولي ايه، ودي مشكله كبيره. احنا المفترض ان احنا بنسمع بعض عشان نفهم اللي بيتقال عشان اعرف اتواصل مع اللي قدامي مش ازعق له واتخانق معاه. فبيقولوا كده بقى انه لو سمحتوا في الحياه العاديه
المفروض ان المناقشة احسن من الجدال، وان المفروض ندور او نركز على ايه هو الصح مش مين فينا صح. ايه الفرق بينهم؟ انتوا نمتوا مني فجأة كده؟ ايه الفرق بين ايه؟ اتفضل حضرتك. مبدئيا انا كده بناقش الفكرة مش بناقش حضرتك، مش بناقش الشخص. ان انا لما اشوف ايه هو الصح مش مين صح، لو انا وحضرتك بنتناقش دايما مين فينا الصح، بقت منافسة وبقت مباراة ونشوف مين فينا اللي يكسب. زي ما حصل هنا من شوية مع بين محمد وهدير وفاطمة. محمد عايز يثبت وجهة نظره، مش عاوز يعرف هو راجل ولا ست. احنا لما بنتناقش في الحقيقة مش بنتناقش عشان نعرف يا ترى ايه هو الرأي الصحيح. الرأي الصحيح ده مش بالضرورة هو رأيي او رأيك، ممكن يكون مجموع من الاثنين. صح ولا انا غلطان؟ بس احنا كام مرة في اليوم لما بنتناقش بعض بنتخانق العادي، صح؟ ليه؟ عشان انا بعتبر رأيي هو كرامتي. انا رأيي طبعا صح، فانا تقوم انت رد عليا لا انت انت غلطان، دي هتاكلك اكلك طبعا. انت غلطان، انا مش غلطان يا فندم. طريقة الجدال، ايوه انت اول ما هتقول لي انت بقى انت يا بنت، سوري يعني بقى انت يا بنت امبارح تفهمي عني بقى انا بسني ده ومربي زيك مش عارف ايه، وكنت مديره بوريش اللي فيها 900 موظف ودكتور وبتاع، تيجي انت تناقشيه تقول انت اللي غلط. لكن لما تقول طيب انا سمعت راي حضرتك، ممكن تسمع رايي، احتمال ابقى محترم واسمعه، صح ولا انا غلط؟ فلو سمحتوا بدل ما نبقى بندور مين فينا صح، دوروا على ايه هو الصح. شكرا ليكم جدا جدا جدا، ويا رب تكونوا يعني استفدتوا اي حاجه. اللي بعدها لو حابين، ده في صفحه على الفيسبوك اسمها هيلثي مايند، هتلاقوا فيديوهات وحاجات فيها تبويض دماغ كده. انا هدفي الوحيد من التوكس بتاعتي او المحاضرات دي لازم اقول لكم هو ايه. ايه ده؟ طيب ممكن اقول لكم الهدف بتاعي ايه من المحاضره دي؟ ان انا ابوظ دماغكم. انا هدفي كده ان انا ابوظ دماغكم. لو سمحتوا وانتوا بتناقشوا بعض دوروا ايه هو الصح. ثلاث ارباع افكارنا ومعتقداتنا غير صحيحه، لو سمحتوا غيروها. فاشكركم جدا جدا جدا، وانا خلاص ضحكت عليكم وتصورت معاكم في الاول، فشكرا ليكم. شكرا ليكم. هي في زميلتكم بتسال ورش اوب امتى؟ هتبقى يوم ان شاء الله 3/2/7 لو انا فاكر صح يعني. خلاص اعلنوا عنها. في اي اسئله؟ ممكن حد ينور النور بعد اذنكم؟ طيب هو في سؤال؟ لا حاضر يا فندم، في سؤال وانا هستأذنكم هقول انا رأيي لان مش هينفع نتناقش فيه، خلاص؟ لان ده سؤال وجودي الحقيقة كده. هو حضرتك اسم حضرتك ايه؟ دكتور محمد؟ محمد زكي. اتفضل يا فندم. دكتور محمد زكي بيقول ان انا من ساعة ما ابتديت المحاضرة شكلها انفتاحية، وانا قلقت طبعا كلمة انفتاحية دي. يا ترى هو صنفني في انهي حتة؟ منفتح لحد فين؟ عشان دي مشكلة تانية يعني، خلاص؟ انفتاحية وفيها رفاهية وفيها قبول الآخر. طب لو معتقداتنا المجتمعية اللي احنا ماشيين عليها ضد الدين هنعمل ايه؟ وطبعا بالنسبة لنا اكيد مش همشي وراها. طب زميلتكو اللي انا مش عارف اسمها او حضرتك ياسمين، دكتورة ياسمين بتقول بس انا لو عملت غير اللي الناس بتعمله هيبصوا لي وهيتريقوا عليا. لا ماشي، ما هو عشان كده السؤال هنا سهل ان انا ارد عليه. ماشي، المشكلة الأصعب ان لو المعتقد اللي الناس كلها ماشيه عليه رمادي، يعني بين البنين كده. يعني انا في مره كده، انا اسف يا دكتور محمد ان انا هعطلك بجد نص دقيقه، لا الله يخليك. يعني كنا بنعمل مستشفى خاص، مش هقول اسمها طبعا عشان مش جاي اعمل دعايه للمستشفى دي. فكالعاده جهه ما عايزه رشوه علشان خاطر يوافقوا على المستشفى. كنت اعرف حد في الجهه دي هو الرئيس المكان، تفتكروا كان رده عليا ايه؟ انتوا معاكم فلوس بتعملوا مستشفى، ف
فلما تدفعوا لهم حاجه ده تكافل اجتماعي. قلت له لا انا اول مره اسمع ان الرشوه تكافل اجتماعي، كلها كام سنه تبقى الرشوه زكاه، ما هو يعني خلاص بقى نقلبها زكاه. ففي فرق ما بين ان انت بتحلل الموضوع عشان تعمله وعشان تقول لنفسك انا صح، وما بين المعتقد ده طبعا ضد الدين انا اكيد مش همشي وراه. يعني عشان بس مش بقول ان انا شخص متدين وهايل، بس على الاقل عندي حجه قويه ان انا اقول مش همشي ورا المعتقد ده يا جماعه ده ضد الدين. المشكله في حتت الرمادي اللي هي معتقد ملوش علاقه بالديانات قوي، وفي نفس الوقت مصر بلاش مصر دي الناس كلها بتعمله، فانا ازاي اعمل غيره؟ كل واحد بقى واللي يقدر عليه. انا بعتذر تاني انا طولت عليكم، شكرا لكم جدا، اشوفكم مره ثانيه.